مسألة مهمة طالما أثيرت علينا نحن حينما كنا في السعودية. لماذا كل المسلمين كتبوا في التوحيد؟ لا يوجد عالم مسلم معروف إلا وكتب في التوحيد. لأن ما معنى الكتابة في التوحيد؟ يعني إذا فسر القرآن الكريم فقد كتب في التوحيد، باعتبار أنه سيأتي لآية التوحيد ويفسرها. لماذا كل الذين كتبوا في التوحيد لم يثيروا ضجة في العالم الإسلامي؟ لم يقتل رجل واحد مسلم لأجل كتاب التوحيد للإمام الغزالي الطوسي. لم يقتل رجل واحد مسلم لأجل كتاب التوحيد الذي كتبه شهيد القرآن سيد قطب. لم يكتب رجل واحد مسلم لأجل كتاب التوحيد الذي كتبه الإمام الطبري، ولا كتاب التوحيد الذي كتبه الإمام أحمد بن حنبل ولا كتاب. لماذا فقط قتل الآلاف بل أكثر من مليون مسلم لأجل توحيد محمد عبد الوهاب؟ أليس كتاب يسبب لقتل الآلاف من المسلمين هو كتاب فتنة؟ فكيف يكون التوحيد أداة للفتنة بين المسلمين؟ ولماذا منذ أن كتب في التوحيد لم يثر ضجة في العالم الإسلامي إلا توحيد محمد عبد الوهاب الذي أخذه من ابن تيمية؟ هذا سؤال أرجو من إخواني السلفية الإجابة عنه حتى لا يكون سبب للفتنة بين المسلمين.